كيس انا واحد ميني كيك وميني بسبوسه من خليط واحد كان كنخرجو ميني كيك وميني بسبوسه خليط واحد. انا كناخذو ثلاثه البيضات كنديرهم في شي المهم كنديرو فشي اينه فاش غنطربوهم كنديرو ثلاثه البيضات كاس ديال السكر سنيده شويه ديال الملح كنطربوهم مزيان بالطراب ملي كنطربوهم مزيان كنزيد عليهم كاس الا ربع ديال الزيت وكنعاودو كنطربوهم بالطراب مزيان كنزيد كنزيد كاس من الحليب الحليب هنا كنزيدو حتى هو كاس ديال الحليب وحنا كنطربو مزيان من بعد كنشد هذا الخليط هذا كنقسمو كناخذ مثلا واحد جوج زليف كنقسمو اللي ما غاديش تعرف تجيب القياس مقاد كناخذ جوج زليف كندير نص هنا ونص في الزلافه صافي ملي كنقسمو على جوج كنضيف عليه معلقه اللي غندير به البسبوسه كنزيد عليه معلقه كبيره ديال المربى كنزيد قشور ديال الحامضه جوج معالق كبار ديال الكوك وكاس من السميده الرقيقه كنخلطهم مزيان وكنزيد خماره وحده وكنزيد عليهم ربع كاس ديال الدقيق ديال الفرن وكنعاود كنخلطهم مزيان صافي كناخذ هذاك المولع عجيب عاوتاني ديك الصغيوري كندهنوهم بالزبده كنرشهم بشويه ديال السميده الرقيقه وكندير فيهم الخليط ديالنا هذا هو النص الثاني النص ديال البسبوسه والنص الثاني كندير فيه معلقه كبيره ديال الكاكاو كاس وربع ديال الدقيق الفورس خماره وحده وكنزيد عليهم معلقه كبيره كما قلت لك ديال الكاكاو كنخلطهم مزيان ملي كنخلطو مزيان كنزيد عليه خماره وحده يعني ذكرتها كان قلت لك خماره وحده يعني واش ما نسيت كاينه خماره البسبوسه وكاينه خماره في ميني كيك حيت قسمت ملي قسمنا الخليط ديالنا صافي ملي كنخلطهم مزيان كناخذ مولات ديك الصغيورين ديال لي كيك اولا ديال لي كيك المهم اللي مكبرين عندنا كنخدمو به كنديرو فيه الخليط ديال لي كيك ديال الكيك ديالنا كنرشوه باللي تزيين المهم انا هنا كان عندي اللوز يفيلي درتو درت معاه شوكولات ديال الكوكيز شويه ديال الكركاع كنخلطهم وكنزين بهم من الفوق هنا اللي ما كانوش عندنا اللي عندنا يعني نقدروا عندهم ملي طيبوا ندهنهم بالمربى نرشوهم بالكوك نقدروا ندير لهم التفاح يعني كنقطعوا التفاح طريفات صغيرين وكنديروا معه الشكلاط ديال الكوكيز حتى هو راه كيجي زوين اللي متوفر عندنا كنزينوا به كنزينوا به ميني كيك ديالنا هادو كندخلوهم الفران بجوج بهم يعني كنعمر لاطا تقريبا كيخرج لينا ما بين 10 في كل على حسب الا كان عندنا حيت كاين بعض المرات ديك ميني ديك ليموز كاين اللي كبار وكاينين اللي صغار اييه احجام مختلفين فعلا الا كانوا دوك الصغار يخرج لينا مثلا 10 10 المهم يخرج لينا 10 من ميني كيك و10 من ميني بسبوسه هنا كريمه اللي غنعمروا بها البسبوسه ديالنا كريمه فيها هنا انا درت الكريم باتيسري اللي بالنكهه ديال الحامض اللي بغى يدير كريم باتيسري باللي بالفاني كيدير فانيا في الخليط ديال البسبوسه في بلاصه القشور ديال الحامض صافي كناخذوا كريمه كناخذوا عفوا كناخذوا جوج معالق كبار ديال كريم باتيسري جوج معالق كبار ديال السكر سنيده اولا معلقه ونص على حسب الذوق كناخذوا كاس ونص ديال الحليب وكنزيد عليهم انا الحامض كنشدو كنحيد ليه ديك القشره كنزيدو حتى هوايا كيتلقى النكهه ديالو صافي كناخذوا الحليب كنزيدو على جوج معالق كما قلت لك ديال كريم باتيسري جوج معالق ديال الحام ديال السكر سنيده كنخلطهم مزيان كنديرهم فوق البوطو حنا كنحركو مزيان الكريمه ديالنا حتى كتقال لينا ملي كتقال هاد الكريمه كيما العاده ما كانوا جدوش الكريمه اختي سنه حتى كنخرجوا البسبوسه ديالنا من الفران باش ما كتقلش لينا الكريمه راه باقا سخونه ونديروها في البسبوسه ديالنا ملي تقال لينا الكريمه ديالنا وحنا مخرجين البسبوسه من الفران صافي كنعمروا ديك البسبوسه بالكريمه وحكيت فوق منهم الحامض راه كيجيو زوينين اختي سنه وشت كيما شتي من خليط واحد كنوعوا خليط واحد عجين واحد كنوعوا كنحضروا الوليدات الكوتي يعني جوج كيلات وكيف قلتي الكريمه ديال الحامض تجي زوينه اولا اللي بغى يدير كريمه ديال الليمون اولا الكراميل صلصه الشوكولات المهم كيبقى هنا كنعمروا به المهم هنا خليط واحد كنقسموه وحنا الكريمات اللي عندنا كنعمروا بهم البسبوسه حتى هو اللي عندنا زينو بي يعني لما يعني انت درتيهم في هذوك اللي متوسطين في الحجم ديالهم اما اللي دار الصغار غيخرجوا لي اكثر غيخرجوا لي اكثر بحال الطاكتوليت الله يعطيك الصحه شكرا اختي سنه